<applause> بالنسبه للقرار طبعا لم يكن قرار سهل لم يكن قرار سهل لعده اسباب ربما السبب الرئيسي هو طبيعه العمل الذي اؤديه كمقدمه اخبار وبرامج في قناه تلفزيونيه فالصوره يعني هي الوجه او الوجه الذي يواجه به الانسان المذيع جمهوره مهمه جدا بالنسبه لاي إعلامي تلفزيوني فكنت دائما اطرح او يعني بعض الحسابات في علاقتي مع الجمهور كانت دائما تعيق اتخاذ هذا القرار واتساءل عن رد فعل الجمهور كيف